بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والمستمر منذ 106 أيام. لم يحقق العدو الصهيوني بحسب خبراء عسكريين ومراقبين ما أعلن عنه منذ بداية هذا العدوان بالقضاء على حركة حماس أو بالإفراج عن أسراه داخل قطاع غزة، وبحسب مراقبين أيضا لم يكن يعني يتوقع الاحتلال أن تستمر هذه المعركة إلى هذا اليوم، أكثر من 106 أيام. فنتنياهو والكابينت أعلنوا من أنهم سيحققون الإنجاز المطلوب في قطاع غزة في ظرف لا يزيد على 3 أسابيع، لكن المفاجأة والصدمة هي صمود أهل غزة بالدرجة الأولى، وكذلك ما قامت به المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهي لغاية هذا اليوم تدك دبابات وآليات وحتى جنود الاحتلال الصهيوني داخل قطاع غزة، ما سبب خلافات داخلية طولا وعرضا داخل الكيان الصهيوني، ما أثر أيضا وأن هذه الخلافات وصلت أيضا إلى داخل الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن. للتعليق على هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الأردنية أيضا المرتبطة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة فيما يعرف بمعركة طوفان الأقصى، معنا الدكتور أمين المشاقبة الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور. مرحبا سيدي. يعني منذ البداية نبدأ للحديث حول هذه المقدمة. يا سيدي، يعني وضعت إسرائيل 3 أهداف رئيسية في غزوها وفي عدوانها الغاشم على قطاع غزة. العنوان الأول اللي هو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وهذا ضمن مخطط أكبر أو أوسع من هذا الأمر للهيمنة على المنطقة اللي هي منطقة الشرق العربي بشكل عام. وسأعود له بعد قليل. الهدف الثاني هو تفكيك حركة حماس والقضاء عليها. والهدف الثالث كان هو عملية إعادة المقطوفين أو الأسرى داخل قطاع غزة. هذه الأهداف الرئيسية الاستراتيجية الثلاث لم يتحقق منها أي هدف، وبالتالي يعني استخدمت إسرائيل كل وسائل القتل والتدمير الشامل والإبادة الجماعية لتحقيق هذه الأهداف، ولم تستطع نهائيا، على الرغم من أنه حجم الخسائر كبير على المستوى البشري، هناك ما يزيد من 24,729 شهيد لحد الآن، دمار 70% من البنى والمساكن إلى آخره، إلا أنه في إرادة قوية لدى الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه يعني الصمود، لأنه هذا شعب متجذر في أرضه ويعني غير قابل لأن يهاجر أو أن يترك الأرض، لأنه في علاقة بين الإنسان والأرض في فلسطين. وهذا بعكس ربما الكيان الصهيوني. طبعا ومستوطنين. نحكي عن الناس اللي في إسرائيل أثناء الشهرين هذول في الحرب أو 100 يوم، هاجر 370,000 إسرائيلي من فلسطين التاريخية، يحملون جنسيات مزدوجة. طبعا معظم الشعب في إسرائيل يحمل جنسيات مزدوجة. إما كندية إما أمريكية إما بريطانية وهكذا. وبالتالي كل يعني رغم تفوق التكنولوجي الهائل، رغم الطيران، رغم وجود مدفعية، جهزت إسرائيل 320,000 عسكري ودخلوا فيها غزة من أكثر من قطاع، وعلى الرغم من ذلك وكأنهم دخلوا دولة عظمى. نعم. وعلى الرغم من ذلك، رغم صغر المساحة 365 كيلومتر، إلا أنه المناطق اللي دخلوها أول مرة لا زال فيها مقاومة فلسطينية قوية تجابه شمال غزة. نعم شمال غزة بحكي، ووسط غزة. طيب المدينة. أريد أن أسألك معاليك، يعني أنت قلت من أنه الكيان الصهيوني لم يحقق أي منجز على الأرض في قطاع غزة. ما الذي يعنيه ذلك، سواء على المستوى سمعة
سمعة الكيان الصهيوني أمام الدول العربية وقد تحدثوا عنها على المستوى الاستراتيجي، نعم، على المستوى، نعم، الاقتصادي، نعم، على المستوى العسكري. سيدي، يعني الآن من نواحي تكنولوجية يعتبر الجيش الإسرائيلي رقم 14 على المستوى العالمي، وهو جيش متقدم تكنولوجيا في أسلحته الجوية والبحرية والأرضية أو المدفعية والدبابات. على الرغم من أنه هذا يعتبر رقم 14 كقوة عسكرية، إلا أنه لم يستطع القضاء على حماس. صحيح أنه في خسائر بشرية هائلة، إلا أنه لم يعني ينهي جدوى المقاومة ولم ينهي الإرادة الفلسطينية. أنا بقولها هنا وبقولها في كل مكان حتى في صفوفي، أن الهوية الوطنية الفلسطينية هي من أقوى الهويات في العالم، لأن أي هوية تتعرض للإبادة والإزالة تشتد عودها لدى عقول شعبها. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن مؤمن بهويته الوطنية، لديه إرادة، وخصوصا لما نتحدث عن الناس اللي في الداخل في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، أمام هذه الإرادة الصلبة. يعني الجيش الإسرائيلي معروف عنه أنه يعني عنده نوع من الجبن، نوع من الخوف، وبالتالي الشخص أو الإنسان الفلسطيني مقابل الإنسان الإسرائيلي مختلفان من حيث القوة وقوة الشكيمة والإرادة العليا. وبالتالي على الرغم من أنه كمان أمريكا قدمت 230 طائرة جسر جوي متكامل من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك لم تستطع إسرائيل أن تحقق أي هدف استراتيجي لها على الأرض. طيب، أنتقل معاليك إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فرج شلهوب، معنا عبر السكايب. أستاذ فرج، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني قبل أن أوجه إليك السؤال الأول، ونعتقد أنه سؤال استراتيجي في خضم هذه المعركة، نكون مع هذا التقرير الذي تم إعداده لهذا التقرير ولهذه الغاية، نتابعه ثم نبدأ معك. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. أنتقل إلى الأستاذ فرج لأسأله، أنه لأول مرة منذ اندلاع طوفان الأقصى قبل 106 أيام، وبعد الحديث الإسرائيلي المتكرر من أنهم أنجزوا المهمة في قطاع غزة، خاصة في شمال قطاع غزة، اليوم صفارات الإنذار تدوي في حيفا أقصى شمالي فلسطين، لأنه الصواريخ وصلتها من قطاع غزة. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني كما يبدو أن الدعاية الإسرائيلية لا زالت يعني تبالغ في إنجازاتها وما حققته على أرض المعركة، وبالتالي هذه الرسالة رسالة واضحة أن الدعاوى والدعايات الإسرائيلية لا صلة لها بالواقع وما يجري في الميدان. ليست المسألة متعلقة فقط بوصول الصواريخ إلى حيفا وأيضا إلى مناطق أخرى في العمق الأراضي الفلسطينية 48، ولكن حتى على مستوى المواجهات على الأرض وفي الميدان. بدأنا نسمع الآن عن اشتباكات في بيت حانون، في جباليا، في المناطق اللي يفترض أنها قبل شهور ادعى الاحتلال أنه أنجز المهمة العسكرية فيها وأنه بسط قيادته وسيطرته على الأرض وفكك مجاميع المقاومة في هذه المناطق. الآن نفاجأ لأن الصواريخ تصل إلى حيفا، وأيضا عمليا على الأرض هنالك اشتباكات، وهنالك الحقيقة تدمير لآليات إسرائيلية وعودة للقتال كأننا في اليوم الأول. هذا كله يثبت أن الدعاية الإسرائيلية لا صلة لها بالواقع، وأنها الحقيقة تقوم بعملية مبالغة مقصودة. نعم، نسمع أستاذ فرج، أكمل. يعني هي كما يبدو أنها دعاية، وأن صلتها بالواقع كما يبدو أنها صلة ضعيفة. الجانب الإسرائيلي يحاول على الدوام أن يظهر لجمهوره وللمراقبين أنه يحقق إنجازات، وإنجازات كبيرة، ويقدم دعاوى ضخمة بأنه فكك المقاومة وأصبح يبسط سيطرته على الأرض بصورة كاملة. الآن الوقائع تشهد، سواء عبر وصول الصواريخ إلى الأعماق البلدات الإسرائيلية أو على صعيد المواجهات على الأرض،
وتفجير الآليات الإسرائيلية أن هذه الدعوات أو الادعاءات الإسرائيلية ادعاءات زائفة لا صلة لها بما يجري في الواقع وفي الميدان. الحقيقة أن المقاومة تثبت يوما بعد يوم أنها لاعب وطرف فاعل على الأرض في مجمل المساحة الجغرافية لقطاع غزة، وأن بإمكانها بعد كل هذه الأيام والشهور أنها قادرة على إيقاع أبلغ الإصابات بقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نعم، الواقع والصريح إنما هي مبالغات ومحاولات. أما الأمر بسيطة مختلفة الصوت الميدان. نعم، أشكرك أستاذ فرج، سنتابع معك. لكن أنتقل إلى معالي الدكتور أمين لأسألك يعني إزاء هذا الكلام الذي يعني تحدثتما به حول إخفاقات الجيش الصهيوني في قطاع غزة بعد 106 أيام. هناك أزمة لدى نتنياهو تتصاعد داخل الكابينت، داخل المجتمع الصهيوني. كيف لنتنياهو أن يواجه أو أن يخرج من هذا المأزق؟ سيدي، يعني نتنياهو يسعى إلى مد أجل الحرب لكي يقفز إلى الأمام أو يهرب إلى الأمام فيما يتعلق بعدم مسؤوليته وعدم محاسبته، وهو يسعى إلى أن تستمر الحرب أطول فترة إلى ما لا نهاية. لا لا لا، طبعا في ظروف أخرى ستؤدي إلى إيقاف هذه الحرب. يعني مثل ماذا؟ دقيقة سيدي، فضل يعني خلينا نرجع إحنا للظروف. لكن اللي أقوله أنه الهدف الرئيسي لنتياهو هو إطالة هذه الحرب إلى أكبر مدى ممكن، خوفا من تشكيل لجان تحقيق تتحدث عن الفشل الاستخباري العسكري يوم 7 أكتوبر، وبالتالي قضايا فساد. وبالتالي بالإضافة إلى قضايا فساد، فبالتالي إذا انتهت هذه الحرب ووقفت هذه الحرب، نتنياهو سيذهب إلى السجن أو إلى مزبلة التاريخ سياسيا، لن يعود رئيسا للوزراء. هذا جانب. الآن احنا نتحدث عن موضوع الداخلي داخل المؤسسة العسكرية، ولأول مرة في تململ داخل المؤسسة العسكرية بين يعني الضباط في الميدان. بالقول انه لا يوجد هدف سياسي واضح للقوات المسلحة او للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وبالتالي لما ينتفي الهدف بصير الجيش أعمى لا يدري ماذا يريد على الأرض، وبالتالي هذا الخلاف بين ما هو عسكري وما هو سياسي أحد العوامل التي ستفجر الموقف ضد نتنياهو في المستقبل القريب. ناهيك عن الوضع في الداخل، لأنه الوضع الداخلي الاقتصادي الآن خسائر إسرائيل 56 مليار نتيجة 106 أيام من الحرب في غزة، في انهيار اقتصادي وفي حجم تراجع اقتصادي داخل إسرائيل عالي. ناهيك عن العلاقة داخل مجلس الحرب، داخل مجلس الحرب كمان في إشكالات بين بيني غانتس من جهة وبين نتنياهو من جهة، وبيني غانتس قبل أن يكون معه في مجلس الحرب لأنه قضية تهم دولة إسرائيل ككل، علما أنه الاثنين مختلفين يعني أعداء لبعضهم سياسيا. وبالتالي الذي يحصل أنه حتى جالانت وزير الدفاع اليوم أنا شاهدته على التلفاز يقول أنه لا نستطيع القضاء على خلايا حماس كلية في قطاع غزة. هذا اعتراف؟ نعم نعم، لكن بعد 106 أيام اليوم يتحدث عن هذا الشيء. ناهيك عن التحولات في الرأي العام العالمي، في تحول هائل في الرأي العام العالمي، بنشوف حجم المظاهرات التي تتم في واشنطن دي سي وفي نيويورك في الولايات المتحدة في بريطانيا في فرنسا في إيطاليا في كل دول العالم، هناك تبدل في الرأي العام العالمي باتجاه القضية الفلسطينية واتجاه إيقاف هذه الحرب واتجاه إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة. هذا جانب. الجانب الثاني، المشرعين
في الكونغرس الأمريكي كمان بلشت مواقفهم تتبدل ضد سياسات نتنياهو، وحتى اليوم في ثلاث من أعضاء الكونغرس المقربين جدا من إسرائيل قالوا أنه لا نتفق مع سياسة نتنياهو. وبالتالي الآن في ضغط وحرج على الولايات المتحدة نفسها وعلى بايدن نفسه الذي يخوض يعني سيخوض انتخابات هذا العام مع نهاية في شهر أكتوبر في الولايات المتحدة، الانتخابات الرئاسية، أسهمه في الرأي العام أو في استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة متراجعة جدا بحدود 6 نقاط بينه وبين ترامب. وبالتالي التحولات اللي صارت في الشارع الأمريكي طبعا إلها أسباب، لأنه الناس ما كانت تعرف شو هي القضية الفلسطينية وشو طبيعة الممارسة. إسرائيل تعلن نفسها أنها دولة ديمقراطية وإلى آخره، كشفت إسرائيل اليوم والسردية الإسرائيلية لا. أنها دولة دائما هي ضحية، وأنه العرب بدهم يحطوها أو يكبوها بالبحر أو بدهم يقتلوا يعني السردية الإسرائيلية لما صارت 7 أكتوبر قالوا أنها زي الهولوكوست زي المحرقة، وبالتالي هاي الحرب هي للقضاء على إسرائيل وتدمير إسرائيل و إلى آخره. وبالتالي دائما إسرائيل ترى نفسها الضحية، وعملت هاي الحركة الإعلامية أنه الفدائيين أو المجاهدين قتلوا وذبحوا و إلى آخره لتغيير الاستجلاب الرأي العام. الآن ما دامت القضية أمام محكمة العدل الدولية وهناك شواهد حقيقية على إبادة جماعية، هذا يعني انكشاف للسردية الإسرائيلية وانكشاف للدولة التي تدعي أنها ديمقراطية. دولة أنها يعني تقتل، يعني لما نتحدث أنه 50% من الشهداء الذين قتلوا في غزة هم من الأطفال والنساء، لا زيادة كمان النساء صحيح. كمان ده زيادة 20% بصير 70%، 8000 امرأة نعم يعني مع بعض 70% صحيح. وبالتالي اللي أقوله أنه انكشاف دولة إسرائيل التي تدعي أنها ديمقراطية وأنها تحارب باسم الحضارة الغربية هذا كله انتهى وزال، لأنه حتى لدى الشباب الأمريكي في الولايات المتحدة 61% من الشباب اللي أعمارهم أقل من 30 سنة ينادوا بوقف إطلاق النار وضد سياسة بايدن في دعم إسرائيل. سأعود إليك معالي الدكتور، أعود إلى الأستاذ فرج لأسألك، هل هناك علاقة ما بين الأزمة التي يعيشها نتنياهو وهروبه إلى الأمام إذا جاز الوصف فيما يتعلق بالاغتيالات التي تتم سواء في سوريا اليوم لقيادات في الحرس الثوري الإيراني أو قبل ذلك للشيخ الشهيد صالح العروري؟ ما الذي يريده نتنياهو أو الكابينت بصورة عامة من خلال هذه الاغتيالات في لبنان وفي سوريا؟ يعني كما يبدو يعني معني أن لديه إنجازات تكون الصورة في الميدان تخلو من أي إنجاز عليه، فمن يقدر أنه يستطيع إنجازات أو الساحة السورية إهداف بعض رموز المقاومة السياسة الحضورية أو بعض القيادات في حزب أو القيادات في الثورة الإيرانية محاولة البحث عن صورة انتصار تستطيع أن يحققها. أستاذ فرج للأسف يبدو هناك مشكلة في الصوت، حتى يعني يتم حل هذه الإشكالية بعد قليل بإذن الله نعود إلى معالي الدكتور لأسأله عن ذات الموضوع فيما يتعلق نعم. بالاغتيالات التي يعني الاغتيالات التي تقوم فيها إسرائيل إن كان في لبنان ولا في سوريا، وهدفها محاولة تحقيق انتصار وهمي لعرضه على الشعب الإسرائيلي. يعني ما عجز عنه في غزة نعم يريد تحقيقه نعم في سوريا يعني ما عجز عنه في غزة وفي فلسطين، يسعى لإنجازه في العراق في سوريا وفي لبنان. وهذه الممارسات الاغتيالات هي شيء من الناس اللي
بلا أخلاق، يعني ظهرت إسرائيل لأنها دولة غير أخلاقية وغير عادلة، وهي تسعى تدعي ذلك، لكن عمليا لم يكن هناك أي أخلاق إلى إسرائيل في هذه الحرب الشعواء التي جرت على قطاع غزة. وبالتالي السعي نحو تحقيق انتصارات وهمية في قتل الشيخ صالح العرور رحمة الله عليه، أو قتل الأربعة قيادات في الحرس الثوري، قيادات من الحرس الثوري في إيران، كل هذا يعني محاولات يائسة وبائسة لتجميل الصورة أمام الشارع الإسرائيلي أنه حققنا انتصار معين. لأنه في لحظة من اللحظات قالوا أنه يعني قيادات القسام هي مستهدفة، وبالتالي إذا يعني لا سمح الله تم القضاء على محمد الضيف أو أي السنوار هو يروا أنه ذلك انتصار كامل على قطاع غزة. قد تنهي الحرب؟ لا، هم الآن يبحثوا عن انتصارات على الأرض بأي داخل صورة؟ قطاع غزة، لكن مش قادرين يحققوا أي انتصار فعلي، لأنه احنا بنحكي عن هل محتجزين الآن 129 أو 139 واحد إسرائيلي؟ نعم، موجودين في غزة، موجودين في غزة، بعرفش قديش مات منهم، يعني لابد أنه في حدود 10 راحوا. المهم الآن هاي صار لهم أكثر من 100 يوم لم يستطيعوا إخراج واحد منهم على قيد الحياة. ما الذي يعني ذلك؟ يعني ما الذي أثبتته؟ يعني معليك بس أسألك السؤال هذا، ما الذي أثبتته غزة اليوم بعد 106 أيام من هذا العدوان؟ بارجات أمريكية، طائرات، أكثر من 280 طائرة أمريكية وصلت إلى الكيان الصهيوني محملة بالذخيرة. نعم نعم. وبعد ذلك ناس محاصرين من 17 سنة يقاومون ويرفضون الخروج من قطاع غزة. هذا يعودنا إلى الآية الكريمة، وأعدوا لهم ما استطعتم، عرفت علي كيف؟ هناك إعداد وتخطيط مسبق من قبل قيادات حماس داخل قطاع غزة وداخل الضفة الغربية في تجهيز أكبر عدد ممكن من الأسلحة والذخائر والاستعداد ليس فقط لمئة يوم، والاستعداد إلى مدة أطول من المئة يوم. إسرائيل أول مرة في تاريخ حياتها تخوض حرب مع العرب 100 يوم، يعني هاي صورة الجيش الذي لا يقهر، لم يحقق أي شيء عبر 100 يوم داخل قطاع غزة، وهناك وتكبد كثير من الخسائر ومن القتلى ومن الجرحى ومن المعدات، يعني حسب تصريحات أبو عبيدة ما يتجاوز 1000 دبابة ومدرعة وآلية عسكرية تم اقتناصهم. لما تحدث عن 1000، لو قول بالحد الأدنى لو كل واحدة فيها 2، هاي 2000 2000 قتيل من الجيش الإسرائيلي. وبالتالي أول شيء الإعداد، التخطيط، الجاهزية، وضع بدائل واحتمالات مختلفة لكل السيناريوهات المتوقعة أن تحدث. وبالتالي العوامل الأربعة هاي هي اللي زائد كمان بعد ثاني هو الإرادة، الإرادة والشجاعة في القتال، لأن هذا يقاتل عن عرضه وعن شرفه وعن أرضه ولا يهاب الموت ويتمنى الشهادة من أجل الأرض ومن أجل العرض. وبالتالي اللي نراه في المقاومة الفلسطينية أنها كانت مستعدة لكل الاحتمالات ولكل، وفي تخطيط وفي كمان يعني عملية تصنيع عسكري موجودة داخل، يعني ما اعتمدوش على تصنيع محلي، تصنيع ما اعتمدوا على الاستيراد أو الأخذ من الخارج، حتى لو إجا من مجال التهريب أو مجالات الإخراج أو إيصال بعض المساعدات، لكن بشكل عام كان اعتماد على التصنيع المحلي واعتماد على العقل الفلسطيني واعتماد على الكفاءات الوطنية، وهذا كله أمر غير الفلسطينية مسبوق. وهذا كله يعني هو يعني هذا تحقق الإرادة، عندما تتوفر الإرادة تستطيع أن تحقق. ففي مهندسين وفي ناس يعني فنيين وفي خبراء استطاعوا من المحنة عبر 16 سنة من هذه المحنة وهذا الحصار أن يصنعوا جنديا مقاتلا يحمل سلاح من صناعة أهله وشعبه. وبالتالي هذا الوضع اللي هو التخطيط، الجاهزية،
الإرادة، كلها عوامل مع بعضها أدت إلى 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 الصمود والثبات على الأرض، لأنه هذا لا يقاتل عن أرض الغير، هذا يقاتل عن أرضه، هذا يقاتل ضد أعداء أخذوا الأرض واغتصبوا هذه الأرض عبر 75 عام، وبالتالي في قناعات داخلية إنه أنا أحارب من أجل هدف رئيسي. معليك، إحنا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أوكي ماشي، زي ما بدك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. دكتور أمين، البعض وصف الموقف الأردني من أنه متقدم على كافة المواقف العربية إزاء هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة، لكن بالمجمل المواقف العربية متراخية متخاذلة متراجعة إلى حد ما لدى بعض الدول العربية متواطئة مع ما يجري في قطاع غزة. كيف ترى هذه المواقف العربية؟ يعني خلينا نبدا احنا يعني نقول انه نبدا من موضوع الموقف الاردني وبعدين بنعرج على الموقف. يعني الموقف الاردني يتمثل بالدور اللي يلعبه جلاله الملك عبد الله الثاني والمنادي بوقف التهجير، ويعني قضيه التهجير يعني جلس اكثر من جلسه هو والرئيس الفلسطيني عباس زائد الرئيس السيسي على ضرورة يعني وضع خط أحمر لإسرائيل بمنع ورفض التهجير الكامل لأبناء قطاع غزة، لأنه هذا التهجير إله يعني إله دوافع أخرى سنتحدث عنها في بعد قليل. فالمنادات، الموقف الأردني كان ينادي بوقف إطلاق النار بالكامل، الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأهل في قطاع غزة، عدم المساس بالمدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني بشكل عام. ومن هون نرى أنه إقامة كمان مستشفيين مدنيين داخل قطاع غزة في الشمال والجنوب، وكذلك الأمر بالنسبة للموقف الشعبي. الشعبي يتماهى مع الموقف الرسمي بوقف إطلاق النار وضد هذه الوحشية وهذه الاعتداءات الإسرائيلية، وشاهدنا احنا الشارع الأردني يعني بكل الأيام وخصوصا أيام الجمعة هناك بوقفات في كل المحافظات الأردنية من الشمال إلى الجنوب تؤيد الشعب الفلسطيني في مواقفه وفي حقوقه وفي ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران كما يعني كما اتفق عليه عربيا. على المستوى العربي يعني احنا نتحدث في انهيار في النظام العربي، وهذا الانهيار انت عندك مراكز الثقل في الوطن العربي راحت، كان عندك العراق مركز ثقل، سوريا مركز ثقل، مصر مركز ثقل، كلها تراجع دورها وتراجعت اجندتها على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. وبالتالي الوطن العربي بعد الربيع العربي بعد الربيع أو حتى بعد غزو العراق واحتلال العراق وإسقاط النظام انهار النظام العربي جملة وتفصيلة، وما عاد في نظام عربي، وعلى حتى جامعة الدول العربية لا صوت ولا صورة إلها، شكلا فقط وملتزمة بما يوجه في السياسة المصرية لأنه دولة المقر في ذلك. وبالتالي اللي أقوله أنه النظام العربي متراجع، مراكز الثقل غير موجودة، ويعني وبالتالي هذه الحالة أو هذا الظرف ينادوا بالموقف العربي اللي اتخذ في مؤتمر القمة العربية في لبنان بال2002 إنه مشروع السلام العربي، الأرض مقابل السلام. ولكن إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. إسرائيل يعني حتى بالأمس يعني صرح البيت الأبيض أنه وافق نتنياهو لبايدن على إقامة دولة فلسطينية. اليوم المكتب نتنياهو أصدر بيان عكس ذلك تماما. إسرائيل يا سيدي هي دولة استعمارية استيطانية
إحلالية، هي تريد فلسطين التاريخية بدون الفلسطينيين، من النهر إلى البحر. هم يعني يريدوا الأرض بلا سكان، وهذا المشروع الصهيوني. وبالتالي أنا اللي أقوله أنه هاي المرحلة اللي وصلنا إلها هي مرحلة الهيمنة والسيطرة على المنطقة العربية من قبل الحركة الصهيونية العالمية، والسيطرة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية. وبالتالي بدت قضايا التطبيع تأخذ مجالها، لكن ليست ناجحة بالقدر الذي تريده. جملتك الأخيرة تدفعني التي تريده إسرائيل أو تريده الولايات المتحدة. جملتك الأخيرة تدفعني للسؤال حول معبر رفح، وحول قول البعض من أن حرب غزة وانتصار المقاومة وصمودها على أقل تقدير لغاية هذه اللحظة هو في نهاية المطاف دفاع عن الأردن ودفاع عن مصر. فيما يتعلق بمعبر رفح، المعبر هو المتنفس الوحيد لأهل غزة وهو مغلق، علما أنه الاحتلال الصهيوني قال في محكمة الجنايات الدولية من أنه لا علاقة لنا بمعبر رفح. بمعنى ما الذي مصر رفض نفت ذلك نفت بس هي التي تغلق المعبر. ما الذي يدفع مصر لإغلاق المعبر؟ أولا أنا اللي أقول لك هي أنه يعني مش دفاع لإخوة المصريين، كل الممارسات السيئة والحقيرة يعني الآن مش العالم أقر أنه يرسلوا 200 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة كمساعدات إنسانية؟ لا يصل إلى قطاع غزة إلا 70 من 200. مش مصر السبب، السبب الممارسات الإسرائيلية في عملية التفتيش والتأخير. لماذا يسمح للإسرائيليين بالتفتيش أصلا؟ يا سيدي في اتفاقيات بين الطرفين على أنه أي أشياء بدها تدخل إلى غزة من معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم لازم تفتش. هذا في الوضع الطبيعي، لكن في ظل الحرب والتجويع ما هو كمان أزود، يعني التفتيش الأمني بظل الحرب أزود من قبل إسرائيل، وإسرائيل يعني تتجه إلى الضغط على الفلسطينيين يعني بعمليات الترويع وعمليات التنكيل وعمليات التجويع والإبادة بهذه الطريقة لأولا لإلغاء إرادة الوجود والصمود، واحد، اثنين لتهجير هؤلاء الناس من الأرض. وبالتالي العالم العربي مربوط مع الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، وفي ضغوط من الولايات المتحدة اقتصادية وأمنية وعسكرية على العديد من الدول العربية، وبالتالي جاءت هذه المواقف التي تنادي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأنه لا يجوز الخلاف مع القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني. دكتور أمين، دكتور أمين في هذه النقطة سمحت لي، أنت أستاذ علوم سياسية ووزير سابق، أنت تعلم جيداً من أنه انتصار غزة يصب في المصلحة الأمن القومي المصري، وانتصار غزة مصلحة وطنية أردنية، فلماذا لا يكون هناك دعم حقيقي للمحاصرين في قطاع غزة؟ يعني الآن الأردن لا يتوانى في تقديم أي مساعدة إنسانية. أنا أتحدث عن مصر الآن درجة ومصر أول من أوائل الدول بعد الأردن جاءت مصر في المرتبة الأولى في إرسال الشاحنات إلى قطاع غزة، لكن المشكلة الأساسية هي إسرائيل. يا سيدي إسرائيل هي التي ضربت معبر رفح 4 مرات من الجانب الفلسطيني، 4 مرات. هذا أدعى لمصر للتنصل من هذه الاتفاقيات. تم تدميره إلى آخره. ما هو مرات الاتفاقية إلها ظروف دولية، مش سهل إنه تقول والله المعاهدة 79 معاهدة كام ديفيد إن نلغيها بجرة قلم، لأنه في التزامات دولية صارت على هذا على نتيجة لهذه الاتفاقية. نفس الإشي على الحديث عن الاتفاقية الوادي عربة الأردنية، يعني التصريحات الرسمية إنه إذا في أي مساس بالمصالح الوطنية وأصبح في تهديد للمصالح الوطنية نعتبر هذه المعاهدة على الرف، عليها الغبار. وبالتالي إحنا في الأردن لن نسير بخلاف مصالح الشعب الأردني ومصالح النظام السياسي للدولة الأردنية. وبالتالي نحن عبر التاريخ، احنا يعني خلينا نحكي بصدق، اولا الجغرافيا بيننا وبين فلسطين مشتركة، التاريخ بيننا وبين فلسطين مشترك، الديموغرافيا مشتركة بيننا وبين فلسطين. فبالتالي من اللي أقوله أنا عبر شاشتكم، يعني من قدم أكثر من الأردن شهداء وتضحيات من أجل فلسطين فخليه يبين حاله،
يفرجينا حاله. وهذا الكلام قاله جلالة المغفور له الملك حسين في سنوات في عقود سابقة. وبالتالي اللي نقوله أنه الأردن يقف مع فلسطين، ولكن إحنا عنا قيود وعنا يعني في يعني أشياء تمنعنا من التصرف أكثر مما نقوم به. فالدور السياسي والدبلوماسي اللي بيقوم فيه جلالة الملك، ولا حتى أعجبت هذيك اليوم كتبت مقال على الوزير الخارجية الأردني لقوته وشطارته في عرض القضية وحضوره في عرض القضية الفلسطينية. وبالتالي المواقف الأردنية واضحة للملأ، وما يعني ما بنخبي إشي احنا في الأردن. انا لا اتحدث باسم الحكومة، لكن اللي اقوله معلوم معلوم. لكن اسالك عن التهجير، وانت اكثر من مرة قلت ساؤجل الحديث عن التهجير، يعني الى اي حد الى اي حد فقط اسمح لي ان اسال، الى اي حد يتخوف الأردن حقيقة من تهجير أبناء الضفة الغربية باتجاه الأردن بعد سيناريو من الممكن أن يحصل في غزة باتجاه مصر؟ يا سيدي ماذا يعني التهجير؟ التهجير يعني تفريغ الأرض أو تحريك السكان وتحريك السكان وحل الصراع العربي الإسرائيلي، حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن. نعم. يعني معناته الوطن البديل، وإحنا بالأردن قلنا لا للوطن البديل مليون مرة. وبالتالي احنا ضد اي عمليه تهجير، لانه كمان الممارسات الاسرائيليه في الضفه الغربيه كمان لها اهداف مرتبطه بالتهجير، ضغط اقتصادي يعني قتل تجريف وتجريف وتهديم مساكن واعتقالات. يعني صاروا يعني قاتلين حوالي 365 شاب منذ 7 اكتوبر من بالمئة يوم، يعني مع تقليم فوق 6000 واحد. وبالتالي الهدف من هذا هو الضغط على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لكي يخرج طوعا، يعني الهجرة الطوعية. وبالتالي هون احنا نقول احنا بالأردن ضد عملية تهجير الشعب الفلسطيني، لا طوعا ولا بالقوة. نعم. لأنه الشعب الفلسطيني مرتبط بأرضه، وفي هناك حقوق مشروعة يعترف فيها العالم للشعب الفلسطيني، وسيأتي حق تقرير المصير في يوم من الأيام بعد ما ماتت القضية الفلسطينية عبر مجموعة من السنوات. نجد أنه ما حصل في غزة أحيا القضية الفلسطينية وأخرجها إلى حيز الوجود. والآن التبدلات في الرأي العام العالمي كلها بتصب لصالح تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وبالتالي ممكن أنها تأخذ 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، لكن في النهاية ستقوم الدولة الفلسطينية إلا إذا زالت إسرائيل لأي سبب من الأسباب وتعود فلسطين التاريخية. لكن خلنا نعود للنقطة الأساسية. إحنا بالأردن بشكل أو بآخر كثير مرات متهم انه مقصرين. احنا شعبا وحكومة وجلالة الملك والامير عبد الله وحتى الملكة رانيا في لقاءات الامير حسين تقصد نعم في اكثر من محطة دولية، وصار انقضاض في المقالات ضدها بشكل هائل لانها وقفت موقف مع الشعب الفلسطيني. اللي اقوله انا انه نحن في الاردن كل اللي بنستطيعه أن نقدمه للشعب الفلسطيني قدمناه بالسابق ونقدمه اليوم ونقدمه بكرة من أجل عودة هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الطهور وعاصمتها القدس الشريف. ناهيك عن موضوع حماية المقدسات ورفض أي تقسيم مكاني أو زماني من قبل الأردن. كذلك الأمر الأردن يعني إذا تقضى بس بمعيار واحد، من الذي وقف ضد صفقة العصر؟ صفقة القرن أو صفقة العصر؟ الأردن قال لا لترامب في صفقة العصر. ربما يعود ترامب ممكن يعود بأجندة أخرى، لكن المهم أنه الأمريكان في بينهم بين إسرائيل تحالف، وبالتالي مهما حصل بينهم بظل التأثير اليهودي واللوب الصهيوني داخل الولايات المتحدة قوي. لكن اللي أشوفه أنا أنه في تغير في الجامعات الأمريكية والجيل الجديد والتظاهر والتعبير عن الرأي، الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هذا لم نراه من زمان. لكن يعني هذا في النهاية مرده صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه. طبعا نحن نقول إنه الشعب الفلسطيني هو الآن متمسك في أرضه ويرفض الهجرة
الطوعية ويرفض الهجرة القسرية أو العسكرية. وبالتالي نحن نقول أنه إحنا مع وقف التهجير ومنع التهجير، لأنه لا نريد أن تحلل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ولا على حساب أي دولة عربية أخرى. أشكرك. أشكرك الدكتور أمين المشاقبة، الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، كما أشكركم المشاهدين الكرام، ومستمرون معكم في هذه التغطية، ابقوا معنا. مشكور.